بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. إن دعوة الخليفة عمر بن عبد العزيز بتجميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما سمي بالتدوين الرسمي للسنة، كان الحقيقة يعتبر شرارة الانطلاق في مجال التأليف والتصنيف والكتابة، واللي بعد كده يعني أخذت أنها تتطور أو بدأت تتطور تدريجيا وتتسع، وخطى معها التأليف والتصنيف يعني خطوات واسعة جدا في زي ما قلنا قبل كده في القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري. ليه؟ لانتشار الكتابة وتطور أدوات التدوين والحفظ اللي هي بدورها معينة على تنشيط عملية التأليف. وبالفعل ظهرت أصناف متنوعة من المؤلفات مبكرا جدا في التاريخ الإسلامي، مؤلفات فيها نوع من الابتكار والإبداع، ولم تكن الحقيقة مادة هذه المؤلفات وليدة اللحظة، إنما هي قامت على أساس من جهود كبيرة سبقتها من جهود الصحابة الكرام والتابعين رضي الله تعالى عنهم في مجال حفظ الحديث الشريف وتوثيق الحديث الشريف وكذلك فهم الحديث الشريف. التطور التدريجي للسنة وعلومها أثمر عن ظهور مؤلفات رائدة ومبتكرة في فنون الكتابة والتأليف، زي ظهور ما يسمى بالأسانيد اللي احنا أشرنا إليها قبل كده بأنها مؤلفات بتختصر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أقوال الصحابة والتابعين. ظهر ما يسمى كذلك بالمصنفات، بعدين الأسانيد المصنفات. المصنفات هي في علوم الحديث معروفة بأنها المؤلفات المرتبة على نفس ترتيب الكتب الفقهية المعلوم إن لها ترتيب موضوعي معين.
وهي مع المصنفات مع وجود أو تدوين فيها الحديث المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، في المصنفات بجانب الحديث بتجد برضو أنها هذه المصنفات بتروي آثار الصحابة، يعني أقوال الصحابة الكرام وأقوال التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، زي مصنف مشهور عبد الرزاق الصنعاني، وده يعني كان مولود 126 هجرية وزمن مبكر قوي في عملية التأليف ونوعية هذه الكتب، وغيره طبعا، وظهر في مجال التأليف مبكرا برضو في علوم الحديث في وقت بدري جدا في التاريخ الإسلامي، تأليف بتهتم بالرواة، التأليف في الرواة اللي بيروا الحديث، ودي برضو ثمرة أخرى مباركة للدعوة اللي كان أطلقها قبل كده وأمر بيها الخليفة عمر بن عبد العزيز، واللي بتعكس الحقيقة عناية علماء المسلمين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما اتصل بالحديث أو كل ما اتصل بحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من علوم وأصول، لأنه بسبب هذا الأمر أو ذلكم الأمر الذي أمر به الخليفة عمر بن عبد العزيز، هذا الأمر الرسمي بجمع السنة وتدوينها تدوينا رسميا، كان فيها برضو حرص الخليفة على الحفاظ من خلال ذلك على جهد السابقين من الصحابة والتابعين للسنة المطهرة، لأنه وقت ما أمر بكده مش ما كانتش السنة موجودة، لا السنة موجودة وعلماء الحديث يعلمونها جيدا وهي محفوظة في السطور وفي الصدور، كل المسألة كان مشروع قومي، يعني ساعتها مشروع الدولة ساعتها في خلافة عمر بن عبد العزيز، وده كان ليه بقى آثار كبيرة جدا في عملية التأليف والتصنيف وغيرها زي ما شفنا النهاردة، وكان من آثار برضو ذلك النشاط العلمي، يعني نشاط حركة التأليف وإبداع المسلمين في التأليف والتصنيف، لأن كل ده تأثر به الغرب بعد كده، العقل المسلم، عقل علماء المسلمين في تصنيف وتأليف الكتب، واللي ده ساهم فيه هو الأساس في أنه تشكيل العقل المسلم بهذه الصورة العلمية الدقيقة شكلها القرآن الكريم وكذلك السنة وشكلتها السنة النبوية المطهرة. فقام أهل العلم بالتأليف في رواة الحديث الشريف، وده مبتكر، علم مبتكر بيذكروا فيه السلسلة اللي بتروي الحديث، يجيب مثلا الراوي مثلا، يعني اللي هو مخصوص بعلم الرجال، فيذكر اسم الراوي، اسمه ايه الراوي ده، كل رواة الحديث اشتغلوا عليهم وعلى سيرهم الذاتية، فيقول لك اسم الراوي ايه، الكنية بتاعته واللقب، امتى اتولد، امتى توفي، البلد اللي هو اتولد فيها، الاماكن اللي ربما هو اتنقل اليها، مين شيوخ الراوي دول اللي رووا عن او اللي روى عنهم الحديث، ومين تلامذته كمان اللي اخذوا عنه الحديث. العلماء وثقوا كل ده ودونوا زي ما نقول كده سلسله التعليم والتعلم للراوي، فذكروا الراوي ممن تعلم، يعني تعلم على إيد مين، وممن علم، مين تلامذته اللي علمهم، يعني علم مين، وهكذا في كل رواة الحديث الشريف. ده بجانب يعني هو عاملين سيرة ذاتية عن كل راوي، وكمان كانوا بيبحثون في سيره وسلوكه، وبيسألوا عن الرواة إذا الراوي ده تورط في عمل شيء أو حاجة تشبه ذلك، فيعني أشبه ما زي ما قلنا قبل كده ما بنقول اليوم إنه بيعملوا عنه زي صحيفة جنائية، تورط في شيء، بدر منه حاجة، كل ده بيوثق لتوثيق عدالة الراوي من غير ذلك، يعني شوفوا هو ده عدل ولا مش عدل، لأن ده ليه أثر في مسألة نقد الحديث الشريف، وده كله مع توثيق مدى ضبطه للحديث الشريف، إزاي تلقى الحديث وإزاي حفظ هذا الحديث، فبيتكلموا عن عدالة الراوي وعن ضبط الراوي اللي هو محفوظ وحفظه، درجة حفظه، درجة تثبته، درجة أمانته في نقل
الحديث، فظهرت بقى مؤلفات مبكرة في ذلك الموضوع، وفي مؤلفات كتيرة أقدمها مؤلف يحيى ابن معين، وده يعني ولد 158 هجرية، ألف كتاب تاريخ الرواة، ورتب المؤلف بتاعه ده على حروف المعجم، جايب الرواة مرتبهم بأساميهم على حروف المعجم، وجايب بقى كل المعلومات عن كل راوي عشان علماء وطلبة علم الحديث، لأنه كانت في مدارس بتعلم الحديث سندا ومتنا، والمدارس العلمية دي فيها طلاب، الطلاب دول بيحتاجوا للبحث، يعرف مين الراوي، من رواة هذا الحديث، من ذلك الحديث، والسلاسل الرواية، فلان خد عن فلان عن فلان، سلسلة العلم والتعلم، كل مريد بينقل عن شيخه، وذاك الشيخ له أستاذ فينقل عن شيخه، وهكذا. وبرضو من المؤلفات في هذا كان برضو ألف محمد بن سعد الواقدي، وده ولد 168 هجرية، وألف كتابه الطبقات، وترجم فيه يعني اتكلم فيه عن الصحابة الكرام فالتابعين فمن بعدهم إلى وقته، يجيب كل صحابي ثم كل تابعي ثم من تبعهم وهكذا إلى وقت زماني، سير ذاتية كاملة مع الحديث عن مسألة العدالة ومسألة الضبط، علم عظيم جدا، بحر كبير جدا. هذا العلم عشان كل ده خدمة المسلمين، علماء المسلمين للحديث النبوي الشريف. شوف لما تشوف الجهد ده وتشوف النهاردة من يتكلم بما لا يعلم، ونضيع جهد كل هؤلاء اللي اشتغلوا على الحديث الشريف، النص الحديث، واللي نقلوا الحديث. شوف دقة المسلمين وصلت إنهم مؤلفات كاملة في علم الرجال، يعني رجالا ونساء من رواة الحديث الشريف، وإن كل راوي له سيرة ذاتية موثق فيها كل شيء عنه عشان يشوفوا مدى عدالة الراوي وكذا مدى ضبط الراوي للحديث الشريف. من المؤلفات الشهيرة في علم الرجال كمان ألف الإمام أحمد بن حنبل كتابه التاريخ، هو كتاب شهير، وكمان علي المديني يعني هو كان برضو ممن ألف في ذلك، ألف في حاجة يقول لك الأسامي، الكتاب ألف في الأسامي والكنى ومعرفة من نزل من الصحابة على سائر البلدان، يعني مش بس الصحابة انتشروا مع الفتوح الإسلامية، راحوا شرقا وغربا، فكل صحابي بيروح في البلد اللي بيروح إليها بيعلم هناك مما تعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن سافر إلى بلدان كثير من الصحابة وكانوا رواة للحديث الشريف، فكانوا بيسافروا يعلموا أهل البلد اللي راحوا إليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده مثلا مؤلف بيتكلم في علم الرجال، وكمان بيوثق أسفار هؤلاء والبلدان اللي راحوا إليها، ودي برضو توثيق مهم جدا وكان مبكرا جدا. من أنواع برضو المؤلفات المبتكرة اللي ربنا فتح بيها يعني على علماء الحديث الشريف، ظهور مؤلفات في معرفة علل الحديث. إيه علل الحديث؟ العلل عارف لما تقول فلان يعني عليل، يعني تقول مريض، والكلمة دي أصلها في اللغة، لكنها في الحديث، في مصطلح الحديث ليها تعريف كثير عند علماء الحديث، لكن التعريف الشائع والغالب أنه علل الحديث يعني أنت بيكشف المتخصص جدا في علم الحديث عن الخلل الخفي اللي ما يبقاش ظاهر، الخلل الخفي اللي ممكن يكون في الإسناد، أو الخلل الخفي في المتن، يعني في سلسلة الرواة اللي نقلوا الحديث، أو في نص الحديث، يعني تمييز الحديث الصحيح من غيره. ده كان بدري جدا ابتدأوا هذا العمل العلمي، وده النوع ده من أنواع التأليف يعني بيمثل جهود المسلمين في مجال نقد الحديث الشريف بتمييز الصحيح من غير الصحيح. ومن نماذج هذه المؤلفات كتاب زي كتاب التاريخ، وكتاب زي كتاب العلل للإمام يحيى ابن معين،
وده كان ولادته كان 158 هجرية، 158 هجرية. شوفوا قد إيه بدري بدأ تظهر المؤلفات اللي بتنقد النقد، معناه تمييز الحسن من الرديء، فبيميز الحديث الصحيح من غيره، جهد عظيم من علماء المسلمين. وكتابه ده سواء في التاريخ أو في العلل كان بيذكر يعني أو اهتم بذكر بعض الرواة وبعض الروايات الحديثية اللي قاموا بروايتها، وبيبين مواضع القدح فيها. ده عمل علمي نقدي في عصر مبكر جدا في تاريخ الإسلام، بل دعونا نقول في تاريخ عمل علماء الحديث في خدمة الحديث الشريف. كتاب علل الحديث ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد بن حنبل يعني ولد 168 هجري، وظهر كذلك أنواع كثيرة جدا من التآليف. وإحنا هنا لما بنقول بعض الأسماء وبعض المؤلفات ونشير إلى الزمن عشان نقول المسألة بادية، إحنا كده لسه ما دخلناش على كتب الصحاح، ما دخلناش على البخاري اللي عامل أزمة لكثيرين، ما دخلناش على باقي أعمال العلماء المسلمين اللي مش جاية كده، يسبقها جهد عظيم وتأسيس ابتدى منذ زمن النبوة الشريف، زمن النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، زمن النبوة وعمل الصحابة سواء في المدينة في مكة في أسفارهم اللي انتقلوا مع الفتوحات، وبعد كده جيل التابعين وتابعي التابعين وتابعي تابعي التابعين، ودول كلهم خدموا علماء الأمة، خدموا الحديث الشريف خدمة دقيقة وعجيبة. من المؤلفات اللي ظهرت كمان التأليف فيما يسمى بالموطئات، يبقى احنا شفنا الأسانيد، شفنا المصنفات، شفنا كتب في التاريخ بتحكي عن رواة الحديث في علم الرجال وما هو أكبر وأوسع كمان من ذلك، شفنا بما يسمى بالموطئات. ومن أشهر من ألف في هذا النمط كان موطأ الإمام مالك، إمام دار الهجرة وكبير المحدثين. الإمام مالك ولد 93 هجرية، 93 هجرية، متوفى سنة 179 هجرية. شوفوا الإمام مالك الزمن بتاعه كان قد إيه مبكر، 93 هجرية، وفي بعد ذلك مكث الإمام مالك لما بدأ يدرس العلم، وهو عاش في المدينة وبدأ يألف كتابه الموطأ ده، ألفه في 40 سنة كاملة ينقح في الكتاب ده، موطأ الإمام مالك، ويهذبه وبيرتبه على غرار ترتيب الأبواب الفقهية. وكمان كان من عادة الإمام مالك أنه يذكر عقب عنوان الباب، كل باب عمل له عنوان، الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد كده كمان يجيب ما ورد فيه من الأثار عن الصحابة والتابعين، وخاصة من أهل المدينة لأنه لم يرحل عنها رضي الله تعالى عنه. وأحيانا كان بيذكر إيه عمل ما عليه العمل اللي هو عمل أهل المدينة، وده يعني توفيق عظيم من الله سبحانه وتعالى للإمام الجليل. وكمان يقول لك إيه اللي مجمع عليه في المدينة. وأحيانا تجد كده أنه بعد ما يذكر الحديث أحيانا بيطبع ذكر الحديث بأنه يفسر كلمة تكون لغوية مش واضحة، أو بعض الجمل من باب التيسير على طلبة العلم. وقيل أنه الإمام مالك أو قيل في سبب تسمية بذلك الموطأ، موطأ الإمام مالك، قال لك لأنه هو بيهيئ فيه، بيمهد فيه، بيسهل فيه على طالب العلم، لأن الإمام رحمه الله وطأه يعني سهله، قربه، رتبه للناس بالكتابة والتبويب والشرح والتعليق. ده عمل مبكر جدا جدا،
أن يوصل المسلمون أو يصل المسلمون في ذلك الزمان، لأنه يصنف الكتاب بهذا الترتيب وتبويب وتنظيم ويعمله بطريقة معينة. زي ما النهاردة لما بتشتري كتاب بتطلع إلى فهرس الكتاب عشان يسهل على القارئ فهم الكتاب ده تناول إيه من موضوعات، وبيسهل عليه البحث في مسألة بعينها يبحث فيها. كذلك في هذا الزمن المبكر وفق الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إمام دار الهجرة إنه يبوب وينظم ويرتب الموطأ بتاعه بهذا النظام اللي يسر على طالب العلم، وأصبح ما جاء فيه من الأحاديث والأحكام حتى سهل المنال بالنسبة لطلبة العلم، بيأخذ منه كل طالب علم ما يحتاجه إليه. وقيل برضو أنه سمي بالموطأ، أنه هو الكلمة جاية من المواطأة أي الموافقة، لأنه جاء في مقدمة تحقيق كتاب الموطأ لمحمد فؤاد عبد الباقي، وقال جاب الرواية دي، فبيقول قال مالك: عرضت كتابي هذا، الإمام مالك بيوثق أنه بعدما أنهى الكتاب بتاعه عرضه، كان بيقرأ، ودي من الطرق اللي كانت مشهورة جدا في أن هم يعرض المريد على الشيخ أو على كبار الفقهاء ما كتبه، ياخد الإجازة على ذلك. فالإمام مالك قال: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني أي وافقني عليه، فسميته الموطأ. الكلام ده كله بنقوله عشان نؤكد على إنه الحديث النبوي الشريف وعلوم الحديث تطورت وتدرجت، وإنه ابتدأ العمل فيها منذ زمن النبي الشريف، منذ زمن النبوة، اجتهاد الصحابة في تلقي الحديث من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يعملوا نوبات، اللي مشغول في أعمال يجي مع زميل له آخر يتناوب معه على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقي الحديث. وشفنا جلسة الصحابة يقعدوا مع بعض يذكروا الحديث زي ما روى سيدنا أنس، يتدارسون الحديث، يفهموا ما فيه عشان يعملوا بما جاء به. ده بجانب السنة العملية اللي كانوا بيشوفوها بأعينهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته التقريرية، إجازته لمواقف وأفعال وتصرفات صلى الله عليه وسلم رآها الصحابة الكرام كذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، حتى منهج النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم الصحابة الحديث الشريف منهج كله رفق، وكله يعني رفق، وكله عناية بأنهم يتشربوا هذا الحديث الشريف. كان من سنة النبي أنه يكرر ما يقوله 3 مرات، وده من باب التوثيق والتأكيد. مش يجي واحد يقولك إزاي يعني هيحفظوا هذا الحديث إزاي، لأنهم كانوا قاعدين متفرغين لطلب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بجانب أنهم كانوا بيتلقون الوحي الأول وهو القرآن الكريم، كذلك الوحي الثاني والسنة النبوية المطهرة. جهد عظيم قام به الصحابة الكرام في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجيل اللي وراهم، جيل التابعين وتابع التابعين وهكذا. واللي يشكك في هذا الأمر هو مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن الصحابة الكرام والتابعين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لما بذلوا من جهد عظيم في الحفاظ وحفظ السنة النبوية المطهرة. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم أمين، نلقاكم إن شاء الله بعد هذا الفصل.